نكمل مع بعض التاني، الجزء اللي فات اللي هو الموجات. ده كان في الباب الأول في الفيزياء، ودخلنا في أنواع الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية، وقلنا الفرق بينهم إيه. هنمسك بعد كده الحركة الاهتزازية. ما المقصود بالحركة الاهتزازية؟ هي الحركة الناتجة من اهتزاز الجسم حول موضع إيه؟ سكونه. والمثال بتاعنا في الحتة دي اللي هو بندول مين؟ الساعة. طيب الحركة الاهتزازية دي بتشمل عندي عناصر. عناصر الحركة الاهتزازية، رقم واحد الاهتزاز الكاملة، رقم اتنين التردد، رقم ثلاثة الزمن الدوري، رقم أربعة السعة الاهتزازية. نرجع تاني لرقم واحد الاهتزاز الكاملة، ايه تعريفها؟ الحركة التي يحدثها الجسم المهتز، الحركة اللي بيعملها البندول رايح جاي عندما يمر بنقطة الأصل اللي هي نقطة الإيه؟ الثبات أو السكون مرتين متتاليين. لما البندول يتحرك من ألف لب بيرجع من ب يروح لجيم كده عدى مرة واحدة على ألف، بيرجع من جيم ويعدي على ألف تاني يبقى كده مرتين، كده هو عمل اهتزاز إيه؟ كاملة. طيب هو لما هيرجع من جيم لألف هل هيقف ولا هيفضل مكمل الحركة الاهتزازية؟ بس مش هيوصل لب ولا الجيم، يبقى هيعمل دورة تاني أو هيعمل اهتزازة تاني كاملة، وممكن يعمل التالتة ويمكن يعمل الرابعة، يبقى بنسميها هنا الإيه؟ التردد. يبقى إيه هو التردد؟ عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة. تاني، أنا لما جيت عرفت الاهتزازة الكاملة قلت الاهتزازة الكاملة هي عبارة عن إيه؟ حركة الجسم المهتز حول نقطة الثبات أو نقطة الأصل كم مرة؟ مرتين اتنين. وقلنا في البندول من ألف لب ومن ب راح لجيم، وهو رايح لجيم عدى على ألف، رجع من جيم وراح عدى على ألف من جيم لألف تاني، يبقى من ألف لب من ب لجيم عدى على ألف، ومن جيم راجع تاني عدى على ألف، يبقى كده حركة اهتزازية أو اهتزازة إيه؟ كاملة. طب هل هو بعد ما رجع من جيم لألف وقف ولا قعد يهتز تاني؟ قعد يهتز تاني وعمل أكتر من حركة اهتزازية كاملة أو دورة اهتزازية كاملة، بنسميها الإيه؟ التردد. عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز خلال ثانية واحدة. القانون الرياضي بتاعنا كيف نحسب التردد؟ عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالإيه؟ بالثواني. طب وحدة قياس التردد اهتزازة كاملة لكل ثانية أو دورة لكل ثانية أو هرتز. رقم ثلاثة في عناصر الحركة الاهتزازية، عشان يعمل الجسم المهتز دورة كاملة أخذ قد إيه، أو اهتزازة كاملة عشان أخذ وقت قد إيه؟ بنسميه الزمن الدوري. هو الزمن الذي يستخرجه الجسم لعمل اهتزازة كاملة، اللي هو ما نيجي يحسبه في المسألة إيه؟ احسب الزمن الدوري. لما أجيب التردد يبقى أقسم واحد على التردد يديني مين؟ الزمن الدوري. مكتوب عندي اللي هو مقلوب الايه؟ التردد. رقم اربعه في عناصر الحركه الاهتزازيه السعه الاهتزازيه. الجسم المهتز لما اتحرك من الف لب دي اقصى ازاحه عملها ولا لا؟ نسميها السعه الاهتزازيه. لو عدى اكتر من ب يبقى نقول برضو اقصى ازاحه. فهمنا كلمه اقصى؟ يعني اكبر ازاحه يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن نقطه الاصل، اللي هي بعيدا عن مين؟ عن الف. الصوت ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز الأجسام. احنا لسه كنا بنقول الآلات الموسيقية بيحصل اهتزاز تطلع صوت. الصوت ودن الإنسان عضو الحس فيه، يبقى بنقول الإحساس الإيه؟ السمعي، الذي تحس به الأذن نتيجة اضطرابات بتحدث في الوسط المحيط بالأذن، اللي هي مين الوسط؟ الهواء. وبالتالي لما هيطلع الصوت هيعمل حركة موجية ميكانيكية طولية تنتقل في الوسط الايه؟ المادي. وتختلف سرعة الصوت من وسط إلى آخر، ويختلف الصوت من مصدر إلى آخر على حسب درجته.
احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الصوت. الصوت هنا لما نيجي نبص بيتكون عندي، لما جيت قلت الموجات الميكانيكية محتاجة إلى وسط مادي لانتشارها مثل الصوت وموجات الماء. الصوت بينتقل في صورة موجات ميكانيكية طولية، والماء بينتقل في صورة موجات ميكانيكية مستعربة. يبقى أنا عندي الموجات الميكانيكية، الموجات الميكانيكية بتنقسم إلى إيه؟ موجات ميكانيكية طولية وموجات ميكانيكية مستعربة. الطولية مثل الصوت بتتكون من تضغطات وتخلخلات، وتكون حركة جزيئات الوسط في نفس انتشار اتجاه الموجة، ويكون الطول الموجي اللي هو المسافة بين تضغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين. ماشي. طيب بالنسبة لحركة موجات الماء قلنا عليها موجات ميكانيكية مستعرضة بتتكون من قمم وكيعان، حركة جزيئات الوسط بتكون عموديا على اتجاه انتشار الموجة، وبيكون الطول الموجي المسافة بين قمتين متتاليين أو تخلخلين أو بنسميها قاعات متتالية. ده كان بالنسبة للمقارنة بين الموجة الطولية والموجة المستعرضة. هنا تضغطات وتخلخلات، المستعرضة قمم وكيعان، في الموجة الطولية بتكون حركة جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار الموجة، في الموجة المستعرضة تكون حركة جزيئات الوسط عمودية. الطول الموجي في الموجة الطولية بيبقى مسافة بين تضغطين متتاليين، هنا الطول الموجي مسافة بين قاعين أو قمتين. بنرجع تاني لأنواع الموجات الصوتية. في موجات مسموعة وفي موجات غير مسموعة. أذن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى هيئ الإنسان بحواس كتير، بس كل حاسة وليها قدرتها على الإدراك. فأذن الإنسان مهيئة أن تتراوح أو تسمع ترددات، بيتراوح ترددها ما بين 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز. طيب في أصوات تانية غير مسموعة بتحت السمعية أو الفوق السمعية. التحت السمعية بيكون ترددها أقل من 20 هرتز. الزلزال لما بيحصل إحنا ما بنسمعهوش ولا نتنبأ بحدوثه، لأن حاسة السمع بتاعتنا مش مهيئة أن تسمع أقل من 20 هرتز. ولكن في بعض الكائنات الأخرى بتدرك وتتنبأ بحدوث الزلزال قبل الإنسان. إحنا ندرك حدوث الإنسان عن طريق الحركة اللي بتحدث، هزة النجفة أو هزة البيت، يبقى ده زلزال، ولكن صوته ما يتسمعش لأن ودننا مش مهيئة. الموجات الفوق سمعية ترددها أكبر من 20 كيلو هرتز، مثل الموجات المستخدمة للعلاج وتشخيص بعض الأمراض. هتيجي تقول لي أنا مالي أنا بتدرسني الكلام ده ليه؟ أنا خدته في إعدادي وبتعيده لي تاني ليه؟ في ثانوي وبالأخص في تانية ثانوي، عشان أنت هتشتغل ممرض أو أنت هتشتغل ممرضة. فهنستخدم الموجات الفوق صوتية اللي هي فوق سمعية اللي هي ترددها أكبر من 20، عشان نعمل سونار، عشان نعمل أشعة، عشان نكشف عن نوع الخلايا. الدكتور هيميز الخلايا دي سليمة ولا غير سليمة عن طريق الموجات الفوق سمعية. هيشوف زي ما هنوضح دلوقتي، هنتكلم على انعكاس الصوت، انكسار الصوت. من خلال الانعكاس والانكسار بتظهر عندي بعض الأشياء اللي نقدر نحدد نوع الخلايا ايه. نحسب سرعة انتشار الصوت، نجيب الطول الموجي نضربه في التردد يديني اللي هو سرعة انتشار الموج، وبيكون المسافة أو وحدة الركاز بتاعتها متر كل ثانية. ما المقصود بانعكاس الصوت؟ ظاهرة ارتداد، لما الصوت ينزل على أي سطح يرجع تاني يبقى انعكس. يبقى لابد من وجود إيه؟ سطح عاكس. يبقى ظاهرة ارتداد يعني انعكاس الموجات الصوتية عند سقوطها على سطح عاكس. بشبه الصوت بالضوء، لما ينزل الضوء على المراية بينعكس، لما ينزل الصوت على سطح عاكس بينعكس.
وبنفس القوانين بتاعت انعكاس الضوء هي نفسها انعكاس مين؟ الصوت. ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الايه؟ الانعكاس. الشعاع الصوت الساقط والشعاع الصوت المنعكس وعمود الانعكاس جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح الايه؟ العكس. ما المقصود بصدى الصوت؟ تكرار سماع الصوت بعد انعكاسه. طيب احنا لسه بنتكلم عشان يحدث صدى صوت لازم في شروط. الشرط الاولاني ان السطح العاكس يكون على مسافه قد ايه؟ 17 متر. طب لو كان السطح العاكس اقل من 17 متر هيحدث اصطدام بين الصوت الساقط والمنعكس، وبالتالي هيحدث صوت ايه؟ مبهما يعرف بدوي الصوت. لو جه سال ما النتائج المترتبه عندما يكون السطح العاكس على مسافه اقل من 17 متر للصوت؟ هنقول له يحدث صوتا مبهما. ممكن يجي يقول لك ما المقصود بدوي الصوت؟ دوي الصوت اللي هو الصوت المبهم ده لما يكون السطح العاكس على مسافه اقل من 17 متر. ايه هي التطبيقات الطبيه اللي احنا استفدنا منها من عمليه التطبيقات الطبيه اللي استفدنا منها في صدى الصوت؟ رقم واحد اللي هو جهاز سونار. الدكتور بيستخدم الجهاز في تشخيص بعض الامراض، ده بالنسبه للطب. وايضا كان في الحياه العامه تعيين اعماق البحار، لما بيجي الدكتور يطلع الموجات الفوق صوتيه بتاعته بتروح للخليه وبترجع تاني، بيشوف هل رجعت بسرعه ولا اخذت وقت في رجوعها. لو اخذت وقت في الرجوع الموجات المنعكسه يبقى كده الخليه دي فيها مشكله. لو رجعت اسرع، يعني مثلا بيعمل سونار على المراره وفي حصوه بالصدفه في المراره، لما هيبعت الموجات بتاعته هترجع بسرعه، لا دي ليها فتره زمنيه ترجع فيها، ترجع بسرعه يبقى ده كده في مشكله، في حصوه. طب لو رجعت متاخره يبقى في التهاب. يبقى الدكتور لما بيكشف بالسونار عن طريق الموجات الفوق السمعيه بيقدر يحدد ايه نوع تشخيص المرض الموجود. المراره، هل المراره فيها حصوه ولا فيها التهاب؟ بتفرق، بيعرف منين؟ إيه؟ من خلال السونار. برضه في الحياه العامه بنستخدم في تعيين اعماق البحار. الباخره وهي ماشيه فيها جهاز متثبت فيها من تحت بيطلع موجات صوتيه. لما ينزل الموجات الصوتيه وينعكس، انعكست الموجات بسرعه يبقى كده العمق قريب، انعكست الموجات في فتره طويله يبقى العمق كبير. ليه؟ عشان يتفادى ما يخشش في منطقه فيها شعاب مرجانيه كده تتلف الباخره وتغرق ويدمر الدنيا. ما المقصود بانكسار الصوت؟ لما ينتقل الصوت تغيير اتجاه مسار الموجات الصوتيه عند انتقالها ما بين وسطين، الوسط مختلفين في الكثافة الصوتية. فأنا عندي حالات الانكسار، لما جينا احنا شرحنا في اعدادي، انت كنت واخد الكلام ده في اعدادي، لما جه حط القلم، القلم ده بنتكلم عن الضوء مش الصوت، بس انا بشبه الصوت بالضوء عشان تستوعبني بسرعة. لما جه حطينا القلم في الكوباية فيها مية، الجزء اللي تحت المية ظهر منحرف ولا لا؟ قلنا عليه انكسر. لما كنت بتقف عند البسيم وهتنزل تغطس، لما تيجي تغطس بتقول ايه؟ ده البسيم ده مش عميق. ليه؟ قاع الحمام ظهر لك قريب ولا لا؟ ولكن انت اصلا واقف في الهواء وقاع الحمام فين؟ في الميه، والاثنين اوساط شفافه، ولكن سرعه الضوء في الهواء بتبقى اسرع من سرعه الضوء في الميه. ليه؟ لان الكثافه الضوئيه للهواء أقل من الكثافة الضوئية للمية. نفس الكلام هنقوله في الانكسار. الانكسار هو تغيير اتجاه مسار الموجات الصوتية عند انتقالها بين وسطين مختلفين في الكثافة الصوتية. عند انتقال الصوت من وسط أقل كثافة يعني الهواء إلى وسط أكبر كثافة اللي هو الخلية اللي هنكشف عنها ونشوف مدى الانكسار هيكون إيه. طيب الطبيعي بيقول ان لازم يكون الصوت منكسرا، بس نوع الانكسار هيكون مقتربا من عمود الانكسار،
وبالتالي زاوية السقوط هتبقى أكبر من زاوية الانكسار. طيب عند انتقال بقى الصوت من وسط أكبر كثافة صوتية إلى وسط أقل كثافة صوتية هينكسر مبتعدا عن عمود الانكسار، وتصبح زاوية السقوط أقل من زاوية الانكسار. يبقى أنا استفدت من الحالتين دول إيه؟ إن الدكتور بيبعت أشعة صوتية في داخل الخلايا، المفروض إن انتقلت من الهواء للخلية، الخلية فيها سائل البلازما بتاعته وفيها مية، يبقى هيحصل انكسار. الطبيعي إنها تنكسر مقتربا من عمود الانكسار. طب لما بيجي يرجع الضوء من الصوت، سوري، لما يجي يرجع الصوت من الخلية رايح للجهاز تاني، هينتقل للهواء، يبقى انتقل من وسط البلازم اللي هو المية وراح للهواء، يبقى كده هيكون مبتعدا. لو ما طبقش الكلام ده او ما ظهرتش الحقائق دي يبقى في مشكلة في الخلية. يبقى قدر الدكتور عن طريق انكسار برضو الصوت يشخص نوع المرض الموجود في الخلية ايه. ويحدث ذلك الاختلاف، ايه السبب بقى اقتراب وابتعاد عن عمود الانكسار؟ ده بيكون نتيجة الاختلاف سرعة الصوت الساقط والمنكسر. تداخل الموجات الصوتية هو ان في موجتين يتداخلوا مع بعض. تراكب يعني تداخل الموجات الصوتية التي لها نفس التردد والسعة. لها نفس التردد والسعة. لو كان الموجتين متفقين في التضاغطات والتخلخلات ده نسميه تداخل بناء، وبالتالي بيكون شدة الصوت بتبقى ايه؟ قوية. طب لو كان الموجتين عكس بعض، عكس بعض ده يعني تضاغط بيقابله ايه؟ تخلخل، هيبقى كده نسميه هدام، وبالتالي مش هيحصل ايه؟ صوت. قدر الدكتور، برضه بقول تاني احنا بندرس الكلام ده عشان عندنا في التطبيقات الطبية، قدر الدكتور من خلال صفة التداخل البناء اللي بيديني شدة صوت عالية ان نقدر نعمل دوبلر على بعض الشرايين وبعض الاورده للانسان بيعاني منها، ضيق في الشرايين في رجله، ما بيقدرش يمشي، ما بيقدرش يقف كتير، معدل سريان الدم في الشريان مش ماشي صح، فبيعمل حاجه اسمها دوبلر، بيسمع الموجات الصوتيه المتداخله البناءه ويشوف هل رجعت قويه يبقى سليم اللي هو شده الصوت، ما رجعش الصوت خالص يبقى في مشكله عنده، يا اما يكون في انسداد او في ضيق في الشريان او في الوريد، ده بيضطر هنا في الوقت ده يقول له هنعمل ايه. حيود الصوت، حيود الصوت ظاهره انحناء الموجات الصوتيه حول حاجز، ويزداد الحيود كلما كانت الفتحه ضيقه، وبالتالي يمكن سماع الاصوات من خلال الحواجز. ده التعريف الموجود عندي في المنهج. طب ايه يعني ايه برضه؟ هقولها بالمثل البلدي الاول عشان نفهم. الراجل البياع اللي ماشي في الشارع لما بيجي ينده على السلعة بتاعته عشان يبيعها، وهو بيتكلم كده عادي او انا بتكلم عادي، موجات الصوت طالعة في الاتجاهات كلها، جميع الاتجاهات، قدام ومن الجنب ومن الشمال ومن الجنوب ومن الغرب، منتشرة. ولكن انا لو عملت ايدي كده، اما اعمل ايدي كده ده قللت فتحة الصوت ولا لا؟ وحطيت مصدر الصوت وانا بتكلم كده اتغيرت نبرة الصوت، تجمعت الموجات الصوتية كلها طلعت اللي رايحة ورا هتخبط في ايديا هنا، يحصل انحناء، ظاهرة انحناء. فهمنا كلمة انحناء؟ يبقى الصوت حول حافة حاجز، حول حافة الحاجز، وكل ما تكون الفتحة ضيقة كل ما يكون الحيود اكتر. طب احنا بندرس الكلام ده ليه؟ عشان بيظهر من خلال الخلايا لها حواجز ولا ملهاش حواجز، بنقدر نسمع صدى الصوت من خلال الحواجز بتاعة الخلايا، بنقدر نميزها بعضها عن بعض. ايه هي التطبيقات الطبية للصوت؟ اول حاجة المحور الاول، رقم 2 المحور الثاني، رقم 3 المحور الثالث. عندي 3 محاور ونشوف كل محور بيتكلم عن ايه. المحور الأول بيتكلم على دراسة الأصوات الصادرة من الجسم. خلايا جسم الإنسان، الخلايا بتاعته بتطلع أصوات. هندرس الأصوات الصادرة منه. المحور الثاني بيتكلم على دراسة انعكاس الأصوات.
المحور الثالث بيعتمد على التأثيرات الفسيولوجية للموجات الصوتية لما تخش جوه الأنسجة. احنا عشان بنخلي بالنا بس من الفرق. المحور الأول بيتكلم على الدراسات الأصوات الصادرة من الجسم يا إما عن طريق الدق. الدكتور بيحط إيده اليسار ويدق بإيده اليمين على الجزء اللي بيشتكي منه المريض. يبقى ده بنشوف الأصوات الصادرة منه شكلها إيه. يا إما عن طريق السماعة اللي بيحطها في ودانه. والسماعة دي برضه بتسمعنا الأصوات الصادرة منه ولا لأ. ويجي يقول لك اكتم النفس، لا خد نفس عميق، خد بالمنظر ده. بتتكون السماعة الطبيب ألف جرس اللي هو الجزء السمعي، أنبوبة اللي بتوصل بين الجزء السمعي وبين الجرس، وأنبوبة التوصيل. يعني السماعة بتاعت الطبيب بتتكون من ثلاث أجزاء: الجرس، أنبوبة التوصيل، الجزء الإيه السمعي. المحور الثاني زي ما وضحنا قبل كده انعكاس الأصوات المرسلة داخل الجسم عن طريق أجهزة اللي هي الأجهزة بتشتغل بالموجات الفوق صوتية. بيجي يسأل كتير ايه الفرق بين المسح ألف والمسح ب، بعد كده الذراع المعدني، بعد كده ظهر الدوبلر. يبقى انا عندي اربع حاجات تبع المحور الثاني. المسح ألف بيعتمد على الموجات الفوق صوتية. بفكرك بالموجات الفوق صوتية اللي التردد بتاعها أعلى من 20 كيلو هرتز. مكتوب عندك ذات الترددات عالية جدا. وليه؟ بنحصل على نبضات كهربائية عند مرورها بين حاجز فاصل وبين الأنسجة للحصول على معلومات عن عمق الأنسجة. ويستخدم المسح ألف في رسم المخ لمعرفة وجود ورم بالمخ. رسم العين لتحديد أبعاد أنسجة العين المختلفة ولتشخيص أمراض العين. إحنا كلنا عارفين كلمة رسم القلب. في جهاز بيوصلوه على جسم الإنسان ويشوف نبضات القلب دي. كذلك برضه رسم المخ ده يعتبر مسح ألف. بنحط هنا فوق الأذن الجهاز، وفوق الأذن اليمين نفس الاستقبال. بتطلع موجات صوتية من فوق الأذن اليسرى، بيوصل نستقبلها في الأذن اليمنى. مشيت بسرعة منتظمة ولا بسرعات مختلفة الموجات الفوق صوتية؟ لو مشيت بسرعات مختلفة يبقى في وعي. لو مشيت بسرعة منتظمة يبقى الإنسان مخه سليم. ده اسم رسم المخ. أما بالنسبة لرسم العين، بيستخدم في تحديد أبعاد أنسجة العين. العين زي ما درسناها أو هتدرسوها بتتكون من أغلفة الصلبة، المشيمة، الشبكية. هل المسافات بينهم منتظمة ولا في خلل أبعاد الأنسجة؟ كذلك برضو العدسة بتاعت العين. لما بيحصل مشكلة في العدسة بتاعت العين اللي ربنا خلقنا بيها، قدر بالتقدم الطبي إن نركب للإنسان عدسة جديدة. بنقدر نحدد سمك أبعاد. سمك العدسة بتاعته اللي هو ربنا خلقه بيها، هل مطابقة للي هو ربنا اداها له ولا لا؟ فهمنا كلمة تحديد أبعاد أنسجة العين. تشخيص أمراض العين. بنشخص أمراض العين من خلال إيه؟ إحنا عارفين إن مرض السكر بيعمل مضاعفات. من ضمن المضاعفات بيأثر على حاجة اسمها انفصال الشبكية. يبقى أو تمزق الشبكية. دي من مضاعفات مرض السكر عن طريق المسح إيه؟ ألف. المسح ب يعتمد على استقبال صدى الأشعة. وإحنا قلنا كلمة صدى اللي هو تكرار سماع الصوت المنعكس. يعتمد على استقبال صدى الأشعة الفوق بنفسجية، ويحدد العضو من خلال بعدين اتنين. ولما قلت كلمة بعدين اتنين يعني هعمل كده، أنت قدامك الحتة دي ده بعد والحتة دي بعد، يبقى بعدين اتنين. لكن لما أعمل كده ده بعد ده بعد ده البعد الثالث، يبقى اللي هو الثلاثي دي و4 دي و5 دي. يبقى يعتمد على استقبال صدى الأشعة الفوق بنفسجية ويحدد العضو في بعدين، فلذلك يشخص حالات العيون، الكبد والقلب. يقول لنا الكبد ده فيه تليف ولا مفيش تليف. يقول لنا القلب، عضلة القلب شغالة كويس ولا فيه ارتخاء في عضلة القلب. ويستخدم بالنجاح في حالات تتابع مراحل نمو الجنين. مراحل نمو الجنين بتتفق معايا 9 أشهر، بتقسمها 3 3 3. هل الثلاثة الأولانيين فعلا الجنين المراحل بتاعته ماشية صح ولا في خلل؟
في الثلاث شهور التانيين، في الثلاث شهور الاخرانيين، هل هيبقى المراحل ماشيه صح ولا غلط؟ تحديد نوع الجنين ذكر او انثى، حجم الجنين، هل الحجم بتاعه طبيعي ولا ضعيف؟ الفرق بقى الاساسي اللي بينه وبين المسح الف ان في هنا حاجه اسمها المجس، والمجس بتاع اللي هو الماوس بيتحرك بصوره تنقليه. كده احنا اتكلمنا على اللي هو المسح الف والمسح ب تبع المحور الثاني اللي بيتوقف على دراسه انعكاس الصوت. رقم ثلاثة الزراعه المعدنيه، وده احسن تطور واكثر حساسيه واقل حجما ويسهل ان احنا نستخدمه. في طريقة الفحص حيث توضع على المكان المخصص للفحص، فسهل تصميم جهاز الأرض ساوند المستخدم في تشخيص النساء والولادة عشان نقدر نحدد خلاص هتحصل الولادة في يوم كذا الصبح أو بعد الظهر. ظاهرة دوبلر لما بيجي الإنسان بيشتكي من رجليه يروح للدكتور بتاع أوعية دموية يقول له يا دكتور أنا ما بقدرش أمشي، ما بقدرش أطلع السلم، فمعدل سريان الدم، بقول تاني معدل سريان الدم لما بيجي يعمل مجهود سرعة سريان الدم بتزيد بس القطر بتاع الشريان او الوريد في دي. ففي الوقت ده بنعمل الدوبلر. ايه الدوبلر بقى؟ هي ظاهرة تغير تردد الصوت الذي يصل الى الاذن نتيجة لحركة المصدر مقتربا او مبتعدا. وتعتمد هذه ظاهرة الدوبلر على قياس سرعة سريان الدم او رصد حركة الجنين، ده بالنسبة للست الحامل، او رصد حركة صمامات القلب. في ناس عندها في بين الاذين والبطين في صمام ذو شرفتين وفي صمام ذو ثلاث شرفات او في بعض الصمامات في الاوردة، وده بنسميه المترالي اللي هو الصمام ابو ثلاث شرفات. هو الصمامات اصلا ربنا سمح بوجودها ليه؟ عشان تمشي الدم في اتجاه ثابت، وعدم رجوع الدم من البطين للأذين أو اندفاع الدم في اتجاه واحد. فبنقدر من خلال ظاهرة الدوبلر برضو إن احنا نقدر نحدد إيه مشكلة الصمامات الموجودة في القلب، وذلك من خلال انعكاس الموجات الفوق صوتية عند اصطدامها بعدد من الخلايا الصغيرة. المحور التالي بيعتمد على التأثر الفسيولوجي لما الموجات الصوتية دخلت جوه الأنسجة، عملت تأثير ايه؟ فيزيائي، وعملت تأثير ايه؟ كيميائي. طيب بالنسبة للتأثير الفيزيائي ناتج عن ان الأنسجة امتصت الطاقة وتحولت الى جزيئات في صورة حركة، عملت تغيرات حرارية وعملت تغيرات ميكانيكية. لما الإنسان ساعات بيروح يعمل ليزر في عينه، الليزر ده تيجي بعد فترة يلاقي في وجع، في حرقان سخنة، ده نتيجة للتأثير الفيزيائي، ده ناتج عن اللي هو التغيرات الحرارية. التأثير الكيميائي بيحدث عند استخدام الموجات ذات الشدة العالية، فتكون الطاقة الممتصة عالية فتسبب 1 التفريغ، 2 تفكك الماء الموجود بالخلايا، 3 تأثير جينية، 4 موت الخلايا. لما نقول على رقم 1 التفريغ، تفريغ الخلايا من الغازات، تفريغ الأنسجة من الغازات. لما الأنسجة بتاعت جسم الإنسان تفرغ كل اللي عندها في الوقت ده تطلع الفقاعات ويحصل انفجار ويكون هنا تكسير. بعد كده هينتج عن ذلك إيه؟ تكسير الروابط الجزيئية وتقطيع الخلايا وإتلاف الغشاء الخلوي اللي بيحيط بالخلية. رقم 2 تفكك الماء الموجود بالخلايا، المية هتتحول إلى H2O2 اللي هو فوق أكسيد الهيدروجين زائد هيدروجين. تأثير جينات نتيجة لإتلاف الدي إن إيه، الدي إن إيه ده مسؤول عن نقل الصفات الوراثية. لما يحصل فيه إتلاف في القواعد النيتروجينية أو في النيوكليوتيدات بتاعة الدي إن إيه هيحصل تغير في الصفات الوراثية للإنسان. آخر حاجة اللي هي رقم 4 موت الخلايا أو تغير في بعض مركباتها بيؤدي إلى تدمير الخلايا السرطانية. هنكمل في حلقة تانية بإذن الله اللي هو الباب الثاني في الفيزياء، وربنا يوفقكم، وأتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا يعني قدرتوا تستوعبوا معايا الحاجة على قد ما نقدر.
وربنا يسهل لكم ونشوفكم في أحسن حال.